من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العلي العظيم.